أسلمك والله قصص للشاعر شاعر عمرك من شعراء عنزة، شاعر مشهور صراحة اللي هو محدى الهبداني من ولد سليمان من عنزة. ونعم ونعم، يستاهلون الطيبين. والشاعر هذا سبحان الله أموره يعني مثل ما تقول كأنه بهالدنيا، لكن إن شاء الله أن الله يرحم ويرحم موتى المسلمين أجمعين. كانوا يعني بهالدنيا هذا ما هو متوفق الحين، لأنه دايم عنده همات، زعل على عنزة اللي بنجد هذا وراح يما أهل سوريا ومكث عندهم وقت، وكان الوضع بعد ما أعجبه، ثم انحدر وراح يما الجزيرة شمر، يقول الجزيرة شمر بالعراق على وقت عبد الكريم، كل يوم هو يقول يا رب أنا هيا نوين المحاوي نروح عند رلعنا والضلالة، سموا طيعوني على الزمل ونشيل العبد الكريم اللي تذكر فعالة للشيخ نطاح الوجيه المتزابيل ومنصكته قبر الليالي عناله، والدار دار وكل دار بها سير، والرزق عند الرفيع جلاله، الدار دار وكل دار بها سير، والرزق عند الرفيع جلاله، ويا دار ما يسكن بسل القوي حي يقضي بس الحاجات بسيف الحالة، ويا دار نعف ناس من زايد الميل عيفت عديم شاف نقص الجلاله، مشاو يطعمون لما نزل على عبد الكريم بالجزيرة يطعمر، وقدروا عبد الكريم لان يعتبرون انه جنبي يعني عبد الكريم الجربة، وصار من اقرب الناس له يجيب يقول شكل، ودايم عنده على وقتهم هم وعلى وقتهم الله يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم، وقت انهم ياخذون حلال بعضهم وهلوه من الشكل هذا، وابطا عنده واغلوه واغلاهم، وشاف تقديره عند عبد الكريم تقديره ما هو سهل يعني ما هو ابدا ما هو طبيعي، ويوم انهم مشوا رايحين لديار عنزة يبون غزو عنزة يعتبر نفسه شمري ويرسم معهم ويمشي، يقول عاد بعض الناس خبر لي لانه عنده حميه، عنده حميه يعرفون انه ما يصبر على بعض الشيء، قال يا محدى وين رايح انت من هنا؟ قال والله بروح عبد الكريم وهذه رايحين، قال تدري انهم رايحين يم عنزه يم ديار عنزه، يمكن انهم ياخذون من حال عنزه وانت معهم، يمكن الشيء هذا ما يلوق لك ولا يروق لك انت، قال انا معناه عنزي، من قالك من عنزي؟ انا شمري، من قالك من شمري؟ انا ما انا شمري، انا مجرب ما بالذات. الله يسلمك. انا ما اشوف عبد الكريم اللي ما يقطع اصحى اللي قلطه معه ولا وانا بالمجلس بجنبه ما اشوف الغلاي عنده. قال لي والله نشوف الغلا هذا الحين، والله غلاك هذا بتوقع انه ينقلب انك ما تصمر على السالفه هذه. قال ابدا ما عاد انا عنزي نهائيا، شمري. قال شمري شمري. يوم طال عمرك يا ديار عنزه يا ماري طال عمرك يوم تغيرت السوالف عليه. شاف يطعم عمر يوم كان اول عند عنزه، وشاف يطعم عمر الكوانين انه يسوون البدو يسوون يسمونه كانون ويسمونه وجاق، يشوفون فيه الحطب ويبقى هذه من مرحله، لان يسوون يطعم عمر من 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 الارض، يسمونه يطعم عمر طينته من الارض يعرفونها هم الباديه، ويبطي يقول بعضهم يقول يمكن ياخذ 60 سنه 70 سنه على شكله، اي تبقى رسوم بهالارض. يوم شافن يمر هذول منازلنا يوم هو عنزي يمر هذه يمر متغيرة الرجال اللي شرواكم ويفهمون، قالوا يا عبد الكريم قالوا محدى رفيزك ما عاد هو محدى الأول. ليه؟ قالوا والله من رأس طويلة برأس طويلة، لأن دايم يقول يركب المراقيب، مو يقول الشاعر يقول ما يرز بالمرقاب كود المشقة ولا غريب الدار ولا الهواوي. إيه قالوا والله يقول يصوت له أنت يا عبد الكريم شلونك يا محدى؟ قال بخير. قال لا انت وضعك ما انت محدى الاول، وش هالاشكاليه اللي صارت عندك؟ علمنا. يوم شاف الكانون اي وما يبي يعلمه اول مره، هو ايه. هو يتصبر متاثر هو يا طول عمر، بس انه مثل ما تقول يتصبر على انه قال والله يا طول عمر لو خفيت عليك ما تخاف على الله سبحانه وتعالى، والله بعلمك شو هالديار اللي انت بها هذه. قال هذا يوم انا كنت عنزي اول من هالسنين، يوم انا عنزي ولا انا الحين شمري، وبالذات منكم انتم يا محمد من الجرباء، لكن هذه يطعم منازل ربعنا وهذا عرفت يطعم كوانين فلان وعرفت كوانين فلان وفلان. قال يا محدى يقول الشاعر انهم ليس مو الشعر انهم شاعر هالانسان. قال يقول الشاعر يوم انه شاف يطعم اشياء يحرك مشاعره تفيض قريحته. قال صحيح. قال اكيد فاضت قريحته. قال سيف ما فاضت يبي الا فاضت. قالوا ايش انت قلت؟ قالوا قول يا دار وين اللي بتسال عامد اليوم؟ ما تقل مرت عقب خبره ينجوعي خالي جنابت بس يعيب سلبو ما سنوقفت من الناس دوعي. شفت الرسوم وصار بالقلب مثلو وهلت من العبره غرايب دموعي. وين الجهامه اللي بتسال عام مردو وضعون مع قدوه سلفها تزوعي؟ اهل الرماح مزبنت كل مضيوع
أهل أرباع مزبنة كل مضيوب، وأهل الرماح وأهل الرماح أهل أرباع مزبنة كل مضيوب، وأهل الرماح مناقضين الدروعي، راحوا لنا عدوان وحنا لها مقوم، ولا ظنت عقبة تفرد رجوعي. وانصاح صياح ان الضد مزحوم، تجيك دقرات السبايا يا صف عندي يستاهلون. انصاح صياح ان الضد مزحوم، تجيك دقرات السبايا فزوعي، صفرا يكظمنا لعنه بهزوم، ويخلن سكران المجانين يوعي. سكران المجانين هذا يلغبون بعبد الكريم يقولوا سكران المجانين. اي عاد يقول لما جيت الخيال عنزي وشافوا سكران المجانين يقول ياعي من سكر انه كان سكران. يرجب عليه ان بلغ كل شغمو فلسان والله ما تهاب الجموعي، خيالهم يمطح ان الخيل حثلو يوم لسنت بالنشامه اشروعي. ويا شيخ انا عندك مقدر ومحشو، ومضي علي العام سنها اسبوعي، ليش قلبي بلوك صار ماسو ربعي، وانا يا شيخ منهم جزوعي، وعين اللي شوفها الحيف ما تقبل النوم، والقلب يجزع بين هدف الضروعي. ويا شيخ انا بوصف يا مثل يلكوم يا الساط يا القطاع حسن الطبوعي، حلياك حرا يفن يا الصيد ملحوم متفهد زي الجنحاء، حرا قطوعي حرا عثب الصيد من غير تعلوم، يودع بلا ذري شتم زور. قال يا محدى، قال نعم، قال من محلنا هذا راجعين وعليك الله وما الله اني مغازي عندك العمر وانت موجود عندي، ما انت فوق القاع ويرجع طال عمرك بسبب هالقصيده.